السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد المجيد. السلام عليكم à tous mes frères et sœurs. Inch'Allah, je vais faire deux petites vidéos. La première sur سورة إن أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Et le deuxième sujet, Inch'Allah, sur les obligations et les devoirs des époux. Wajibat wa huquq az-zawja. Inch'Allah, je vais les faire en arabe, mais je vous promets, mes amis, je vais les faire en français, Inch'Allah. On commence par la première histoire. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, كان قاعد وجاته واحد الغيبوبة غاس شوية خمس دقائق ولا زوج دقائق غاس في هذيك الغيبوبة صغيرة جبريل عليه السلام هود للرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه وحي صورة عظيمة. أنس كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لماذا تبتسم؟ ضحكت على الرسول صلى الله عليه وسلم نور فوق نور، يا الله نور فوق نور، كانت عندها أجمل ابتسامة في الكون في كاع المخلوقات هو ابتسامة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لماذا تبتسم؟ الجلب تاع الابتسام ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وحي. وما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. يا الله، هذه الآية نزلت في مكة، نزلت على واحد الأشخاص اللي كانوا يستهزئون بالرسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء على صلة الرحم. واحد كيسموه عاص بن وائل، هذا عاص بن وائل كان يستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ما عندهاش خوته، ولاده مات لها ابن تاع ابراهيم، كان عنده حزن عظيم، مات لها الام، مات لها العم، قال له انت مقطوع، عندك ابطر مقطوع، قال له انت مقطوع. هذه الظاهره راهي موجوده في العصور تاعنا، تلقى امراه عمرها ما تزوجت يقولها مقطوعه، الراجل تزوج وطلق يقول لها راك مقطوع معدوم، ولا عندها غير ولد ولا زوج ولاد، الناس في ظهره يسبوا، ولكن هو يحس بهم، الانسان يحس. الناس فاش يحس في العلاقات معهم ما يزوروش يقول لك هذا انه مقطوع، يقولون ما لا يفعلون افلا يعقلون. صدق الله العظيم. هذه الآية نزلت على هذا عاص بن وائل كان يستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أنت مقطوع. والله جل جلاله بعث جبريل بهذه الآية. ندخلوا في التفسير تاعها. إنا أعطيناك الكوثر. الله جل جلاله لن يستعمل إني، وإنما استعمل الله إنا. وإنا هذه هي المبالغة في أنا. معناها كيما حنا بالدارجة نقولوا حنايا. ولكن الله واحد، كيف الله يقول لك حنايا؟ هذه هي المفهوم تاع إنا. الله جل جلاله إنا بمقدرته وقوته في الخلق سبع سماوات والأراضي وحفظهما هذه المخلوقات. إنا هي قوته في أسماء الله الحسنى. الله أعظم السمع، شوف أعظم رحمة، هذه هي الإنا، لأن العظمة المبالغة في إني. الله يقول إنا أعطيناك، أعطينا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أعطيناك الكوثر. وما هو الكوثر خويا؟ قال لك هذا الكوثر وين؟ في الجنة. العرض تاعه عالم الله، عالم الله، ما كانش الشبه تاعه في الكرة الأرضية، ممكن يكون بين دولة ودولة هذا العرض، ما شاء الله. هذا الواد قال لك الذوق تاعه مثل العسل الحر، ما شاء الله، قال لك كي تشرب منه هذا الواد صاي ما يزيدلكش عطش. قال لك واللون تاعه ابيض اكثر من الثلج، شوف ما شاء الله. هذا ربي راه يقول له انا اعطيناك يا محمد الكوثر. قال لك حافته، هذا الواد حافته معناه الشط تاعه ماشي من الرمال اللي نعرفوها احنا في البحر، قال لك من الذهب واللؤلؤ الجاف. تخيل انت اخويا الرمله غير الذهب واللؤلؤ، ما شاء الله، ربي اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الكوثر. وهذا الكوثر قال لك يخرج من الجنه ويصب خارج الجنه،
في حوض، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول الذي سوف يشرب من هذا الحوض من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أعظم وأصدق وأوفى الصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الأول اللي سوف يشرب من هذا الحوض. الناس قاعد يجوا يشربوا من هذا الحوض، جبريل يتدخل على فئة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم هادو ممنوعين من الحوض. يا الله، كاين شي ناس ما يشربوش من الحوض، ما عندهمش باش يدخلوا الحوض هذا. هادو شكون؟ من أهل الفتنة. أهل الفتنة ما تفوت فيهم ني الشفاعة ني الحوض ني صراط المستقيم. شوف سبحان الله، هما بزاف. شكون؟ الكافرون، المنافقون، المستهزئون، عقل الوالدين، تارك الصالات، أهل النميمة، قاطع صلة الرحم، بزاف هادو، والذين غيروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على سبب مزاجهم، يأخذون أجزاء من القرآن ويتركون الجزء الثاني. يا الله، قال لك هذا شيء عظيم الله جل جلاله أعطاه لي محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء قال لك ليس بالواد، وإنما الواد وأشياء أخرى الله جل جلاله أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، مش غير الواد الكوثر. قال لك أشياء أخرى عظيمة الله جل جلاله أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال واد، ولكن العلماء قال لك أشياء أخرى الله يعطيه بدون حساب. قال لك من أشياء التي أعطاها العظيمة داخلة في الكوثر وهي النبوة. يا الله، القرآن الكريم، يا الله، الوحي. من طلع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سبع سماوات والشفاعة، وأعطاه كذلك أعظم التلاميذ، أعظم التلاميذ في الكون ليتابعوه، وهم الصحابة رضي الله عنهم، كثير منهم، ابن عاص، أنس، هريرة، يا أخويا، خديجة، عائشة، بلال، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، وكثير منهم. هادو هما ربي يعطاهم له رضي الله عنهم، أعطاهم محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول له إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. شوف هنا ربي يقول له فصلي، لن يقول فصلي وانحر. ربنا استعمل الكلام وقال في الوحي إنا صلي لربك وانحر. ممكن تكون كلام فصلي وانحر، ولكن هنا ربي أكد الصلاة لأنها لله وحده لا شريك له، وهنا تدخل التوحيد. فصلي لربك وانحر. على هذاك العصر كانوا الناس يصلون، ولكن الصلاة تاعهم كانت للإشراك بالله جل جلاله. يا الله، اسمع أخي، اسمع، سمعي أختي، سمعي أيها الفائزون، أيها المحبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة اللي قبلها لأن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر هي صورة الماعون. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم والذي يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. شوف هذه الآية اللي قبل الكوثر هنا تعطيك صفة الصفة تاع فصلي لربك وانحر. هذه صلي لربك وانحر إلى قلها ما يدخلش في الماعون. معناه يحض على طعام المسكين، ما يحقرش المساكين. فانحر، انحر معناه الضحية تاع الكبش، هي معناه اذبح. هنا العلماء قال لك هذه الآية نزلت في العيد الأضحى، عليها جات فانحر. والمؤمن كما الآية تاع الماعون يقول لك ولا يحض على طعام المسكين. احنا في التضحية تاع الكبش شنو نديرو؟ نصدق اللحم. هذه صفات المؤمن، الصداقة، يقسم. يا الله، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله جل جلاله يقول في هذا الجزء الأخير من الآية إن شانئك هو الأبتر. المقصود منها بالدارجة غادي يقولها لكم الله جل جلاله، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن الذين كانوا يستهزئون عليك من القطع إنهم هم المقطوعون، هم الأبطر. إن شانئك هم الأبطر، معناه الناس اللي كانوا يقول لك أنت راك مقطوع هم اللي راهم مقطوعين. ونعطيكم الدليل، أمية، أبو جهل، أبو لهب،
هذا عاص بن وائل عندنا معلومات عليهم؟ ما عندناش معلومات عليهم. معناه راه مقطوعين. هاد دليل الكفار تاع الاخر. عندنا غير بعض النقاط على الكفر تاعهم في البعثة النبوية، ولكن ما عندناش تاريخ تاعهم، ما نعرفوهمش كاع ولد بلد ولا اش داروا في حياتهم، ما نعرفوهمش، نعرفو غير بعض النقاط، بعض المواقف اللي داروها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كي نحوسوا غير ابو بكر الصديق نعرفوا كاع السلالة تاعه، ونعرفوا كاع المواقف الكثيرة من ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، معنى هذوك الناس اللي كانوا يهضروا فيك هما المقطوعين، ولكن انت ماشي مقطوع. هذا هو الدليل. شوف بلال رضي الله عنه، غير مثل غير صغير، بلال رضي الله عنه الأدان، بلال ما كانش عنده أولاد، ما كانش عنده أولاد، ربي ما رزقاش بأولاد، ولكن بلال خلانا آثار. هذا بلال ربي هو اللي سخره لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسخره للمسلمين باش يدير الأدان. شوف الآثار تاع بلال في مدى العصور وهو الأدان. الله أكبر، الله أكبر، خلى آثار عظيم للأمة المحمدية وحتى اليوم الحشر. هذا بلال، معناه إن شانئك هو الأبتر، معناه أن هذا الناس اللي راهم يقولوا لك أنت راك مقطوع عليك وعلى الصحابة ولا هم المقطوعين. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حفظكم الله ورعاكم.